السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 13 من سلسلة تمارين الدواء الخطية والتآلفية. إذا التمرين يقول F دالة خطية معرفة كما يلي: F دو X تساوي جوج على 3 X. أثبت أن F ديال X زائد Y تساوي F دو X زائد F دو Y. إذا هنا في التمرين هذا خصني نلقى f دو x زائد y تساوي f ديال x زائد f ديال y. اذا غنحاول نحسب في الاول هاد الطرف هذا. اذا حنا عندنا f دو x، f دو y تساوي ماذا؟ اذا f دو y كنعوض فقط x ب y، اذا هي 2 على 3 y. اذا الى جمعنا f دو x زائد f ديال y فغيعطيني اذا f دو x تساوي 2 على 3 x، و f ديال y تساوي 2 على 3 y. اذا هنا يمكن لنا عندنا عامل مشترك 2 على 3، اذا كنعمل ب 2 على 3. في الحد الاول تيبقى لي x، وفي الحد الثاني تيبقى لنا y. الان دابا غنشوف f ديال x زائد y، f ديال x زائد y. هنا شنو كنديرو؟ كنعوضو هاد التعبير اللي كاين داخل الاقواس كامل كنعوضوه ب x. اذا حنا عندنا f دو x تساوي ماذا؟ تساوي 2 على 3 x. اذا كنجيو كنديرو 2 على 3 وكنعوضو هادشي هذا، كنعوضو x باش x زائد y. اذا 2 على 3 x زائد y، وهي النتيجة اللي لقينا. وبالتالي f دو x زائد y، إذا هاد التعبير هذا راه كيساوي لنا هاد التعبير هذا، يساوي f دو x زائد f دو y.